أما بعد، هذا نداء كل المؤمنين، هذا أخوكم قادة انت اللي كان مع رأينا راي الله يهدينا ويهدي أخوتي إن شاء الله في سبيل الله ويكونوا في طاعة الله. هذه بشرى ربي ابتلى بها ولله الحمد والشكر. أما بعد، هذا الناس أنا نطلب كل المؤمنين خارج أو داخل، في الداخل الوطن أو خارج الوطن، كل من دار الزينة طيطايلة هكذا ما عندي زهر زايدة لاركا، هادو ما نسمح لهمش يوم القيامة. اللهم اشهد ما أقول، اللهم اشهد ما أقول، اللهم اشهد. كل من دار أغانية ما نسمح لهش. أنا بريء منه، أنا بريء منه أمام الله، أنا بريء منه، أنا بريء منه. وكل اللي فيه الخير ويحب يحبني ويحب الله ويحب الله ويحبني ويحب المؤمن المخلص الخالص، يفرق هذا الفيديو يبارطاجيه، كل الناس تنباريه. جزاكم الله خير، جزاكم الله خير، جزاكم الله خير، ووفقني الله واياكم وربي يحفظنا ويحفظكم وانتم اجمع. قول لهم ساعدوني باش يقلعوا هذ الاغاني تاوعي، يقلعوهم كاع ديفينيتيف. ماذا بيا يكون هاد الناس يقلعوا كاع هاد الاغاني تاوعي في سبيل الله، في سبيل الله، في سبيل الله. جزاهم الله خير، كاع اللي دار هذا الامر ربي خلصها يوم القيامة. واللي دار هذا الأمر ما نسمح لهش، والله والله شاهد علي ما أقول، والله شاهد علي ما أقول، والله شاهد علي. إن دبتم جزاكم وجزاكم الله خير، جزاكم الله خير، جزاكم الله خير، وربي هو اللي يحفظكم بقلبكم إن شاء الله. آمين. حياركم. سمعوا خوتي، راه يقول لكم الوالد الأغاني تاعي أنا بريء منها أمام الله وبريء من صانعيها. راه يتبرأ من هذه الأغاني تاعها كلها. الإنسان ما راهش غادي يزيد يكمل في الحياة هذه، وراكم تشوفوا راه مريض، ودعوا له بالشفاء. اللهم شفي جميع المسلمين والمسلمات. وخوتي اللي راه شفت هذا الفيديو يبارطاجوه، هو راه يقول لكم بارطاجوا، ماشي انا، هو صاحب الاغاني الذي تبرأ منها. وكل اغاني فسوق ومالها فسوق، يتبرأ منها خوتي ويمحيها ويساعده باش يقلعوها له، ما يزيدوش يديروها في البث ولا في اي حاجه. وهذه الرساله نقدموها لخوتنا باش يبارطاجوها، وزيدوا تفوتوا لو ماكسيموم دو بارطاج، وعاونونا وجزاكم الله خير، والسلام عليكم ورحمه الله.